أي بيت دخلتموه فقولوا سلام لأهل هذا البيت. يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك. بيتك هو كنيستك الأولى. يلا قولي وراي. يا رب يا يسوع اقبل صلاتي. يا رب يا يسوع اقبل صلاتي. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات أنا وبيتي. بيشرفنا ويسعدنا استكمال برنامجنا مع دكتور نبيل سولومون. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بك يا موجود وأهلا بالسادة المشاهدين والمشاهدات. إحنا بس بمجرد بس إحنا نحب نلخص شوية للمشاهدين اللي ما تفرجوش علينا الحلقة اللي فاتت. إحنا نحب نقول لهم إن دكتور نبيل اتكلم عن ازاي انا وبيتي لاسم البرنامج ازاي جه من آية الانجيل اما انا وبيتي فنعبد الرب. وكمان دكتور نبيل اتكلم عن علم الارشاد النفسي. طب يا دكتور معلش ممكن نطلب من حضرتك تلخيص كده سريع عن اللي احنا اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت. اشكرك. طبعا مارجت بتحاول تشوق المشاهدين والمشاهدات اللي ما حضروش معنا المرة اللي فاتت، بس ده معناه يعني ايه نحاول نستكمل مع بعض. زي ما حضرتك قلتي اتكلمنا عن علم الإرشاد النفسي وازاي في فرع منه اسمه علم الإرشاد النفسي المسيحي، وفي فرع من دول اسمه التربية المسيحية للأطفال، وده تخصص البرنامج بتاعنا هنا. واتفقنا ان احنا هنتقابل على 13 حلقة، النهاردة الحلقة الثانية، وشفنا ازاي التطابق او التزاوج اللي عملناه في البرنامج بين الكتاب المقدس وعلم الإرشاد النفسي الحديث، وشاهدنا أو غطينا ثلاث مواقف في آخر البرنامج عن موقف الإنسان المسيحي من العلم. مش هنقدر نعيد كل حاجة مرجل طبعا عشان وقت طبعا البرنامج ووقت الحلقة. في دكتور بداية نحب نعرف من حضرتك أهمية دراسة التربية المسيحية للأطفال. ليه إحنا بناخد تايم وحضرتك بتاخد تايم انك تيجي وتفسر لنا ايه هو علم الارشاد النفسي وازاي ده بيتداخل في تربية الاطفال؟ سؤال ممتاز يا مارجت، لان طبعا الاسئلة دي يعني ممكن يتقضى فيها ساعات، ولكن عشان بس دي وقت البرنامج. اهمية دراسة علم الارشاد النفسي المسيحي بيغطي لنا كذا نقط. هنتكلم عن اربع نقط مختلفة. اول حاجة في التربية المسيحية للأطفال ليه بندرسها؟ عشان نفهم أطفالنا. يعني دي حاجة مبدئية وبديهية ما فيهاش شرح كتير، إن لو أنا أب أو أم ومش دارس حاجات أساسية يعني بيزك مبدئية جدا عن تربية الأطفال، التربية السليمة النفسية السليمة والمسيحية السليمة، مش هقدر أربي أولادي وبناتي تربية كويسة. دي أحد يعني العوامل. الحاجات البسيطة كده دكتور، زي ان احنا ما نطلبش من الاطفال ان هم يطيعوا اطاعة عمياء، من الحاجات البسيطة دي يعني. من الحاجات البسيطة. وطبعا مع المشاهدين والمشاهدات لما هنمشي هندخل في العمق بالظبط. انا بيعجبني مارجت في يعني لغتها الانجليزية لما تعلق على حاجة، وهنمشي بعد كده وهنشوف ازاي ال 13 حلقة مبنيين على بعض. احنا كل دوت ما دخلناش لسه في الحمل ولا الولادة ولا اي حاجة، يعني احنا لسه كده بداية بنشوق المشاهد انه يتابعنا، لسه هندخل في المعلومات المهمة بالظبط. في اسباب تانية برضو اتفضل. احد الاسباب التانية برضو ان احنا عشان ليه بندرس التربية المسيحية للاطفال، ان احنا نفهم اطفالنا في مدارس الاحد. يعني بنلاقي ساعات خدام وخادمات ناس روحيين ممتازين ونيتهم كويسة وناس ولاد ربنا، والخادم او الخادمة بيخدم فترة معينة من الطفولة أو الشباب، بس بنقول ما أنا أفهم صفات المرحلة ديت إيه المعاناة بتاعت المرحلة ديت،
اني مون نفسي والجسدي والروحي والجنسي في الحال في الفتره دي، برضه هتبقى خدمتي يعني مش خدمه امينه وخدمه كامله. طبعا ان انا اصلي وادرس واحضر ده كله مهم، ولكن يا ريت نمزج دوت ببعض المبادئ البسيطه في علم التربيه المسيحيه بتاع الاطفال. يعني برنامجنا كمان يا دكتور هيبقى مفيد للخدام ان هم يتابعوا مش بس بالزبط. الناس اللي هم الاباء والامهات اللي عندهم اطفال، ممكن الخدام بالظبط، لان الخادم او الخادمه هو اب او ام غير جسدي. بالظبط، اب وام معنوي بالزبط. روحي نفسي، فمش لازم ابقى اب او ام جسديين عشان افهم تربيه الاطفال. مظبوط. في عامل تاني يا مارجت بالنسبه للتربيه المسيحيه للاطفال، ليه بندرسها وبنقضي وقت في البرنامج؟ عشان نفهم انفسنا احنا، رغم ان احنا مش اطفال. وبنلاقي كتير قوي في علم الارشاد النفسي المسيحي يجي لنا حد ونلاقي تملي الانسان ممكن يتذكر في الذاكره يرجع باك لسن تقريبا 3 سنين، او لما بندرس مثلا علاقته بابوه وامه وهو طفل هو او هي، بنلاقي الحاجات دي ليها تاثير جامد على الشخصيه الناضجه في سن البلوغ. ده بيساعدنا دكتور ان احنا نتذكر الحاجات او المواقف اللي احنا عملناها واحنا اطفال، ده بيساعدنا ان احنا نفهمها حاليا ونعرف ازاي ان هي اثرت علينا، كانت بالايجاب او السلب. ده مظبوط، لان في بعض الاحيان الانسان بيبقى بيتصرف بتصرف معين او عنده احساس معين تجاه حد معين. بالزبط. ومش فاهم جيدا. في طبعا في احد الفروع الارشاد النفسي التحليل النفسي، ودي حاجات يعني طويله وبتاخد وقت جامد. وساعات نلاقي مثلا ندرس مثلا انواع الشخصيات ونلاقي واحد يقول لك فعلا انا كده عندي الحته دي، او انا بحس بالحكايه دي، او عندي التصرف ده. فبالاضافه ان احنا يعني بندرس ليه التربيه المسيحيه للاطفال، بالاضافه ان احنا بنفهم اولادنا في الاسره، بالاضافه ان الخادم بيفهم والخادمه بيفهموا اولادهم، انا كمان بفهم نفسي. بالظبط. وفي عامل اتفضل رابع. اتفضل. ان الكنيسه بتعلمنا ان الروح والجسد والنفس وحده واحده. بالظبط. فيعني لو انا منشيط روحيا وسليم جسديا، ولكن نفسيتي تعبانه مرهقه متضايق مكتئب غضبان، هلاقي بتاثر عليا نفسيا روحيا وجسديا. ونفس الكلام، دي حلقه واحده متكامله بتغذي بعضها. الانسان لما يكون مرهق جسديا مش قادر يصلي ولا قادر يصوم ولا قادر يقوم من السرير، ونفسيا تعبان، الإنسان الروحاني التعبان بيأثر على جسده وعلى نفسه وهكذا. وبيأثر كمان على تربية أطفاله يا دكتور. بالظبط. يعني لما يكون في ولاد في البيت، في ساعات الأب أو الأم يقول لك أنا كنت جاي مرهق فما قدرتش أعمل حاجة معينة. هندخل طبعا في الموضوع ده في ديتيلز في الحلقات الجاية. إن شاء الله. طب يا دكتور يعني إيه هي الشخصية بداية؟ ده سؤال برضو يا مارجت بيجي لنا كتير في الكونسلينج وفي المشورة وفي الخدمة. ايه هي الشخصيه؟ تملي نتكلم عن فلان شخصيته كذا كذا، فلانه دي كذا كذا، والناس تقول لك الشخصيه وعنده شخصيته وصفات معينه، يعني بدون ما نفهم ايه هي الشخصيه. الشخصيه بالعربي هي السيره الذاتيه، بالعربي الفصيح البيرسوناليتي. ايه هي الشخصيه؟ طبعا تعريف معقد، ولكن باختصار للمشاهدين والمشاهدات عشان يبصوا معانا، ان الشخصية هي محصلة ومجموع تصرفات الانسان ولغته وحركاته وطريقة تفكيره وعلاقاته بالاخرين. كل دي بندخلها ببعضها وبنسميها الشخصية. يعني كل التعاملات والبيهيفيرز الانفعالات او المواقف اللي الانسان بيتصرف فيها كلها جاية من شخصية الانسان. بالظبط. ده بيدينا نوع الشخصيه، بيقول لنا الشخصيه بني ادم ده شخصيه. هي الشخصيه بيسعني في بيسموها ساعات تقسيم معنوي لاربع اجزاء، نقول للمشاهدين والمشاهدات طبعاً عشان يبقوا برضو معانا في الصوره. في جزء بنسميه الجزء العام. الجزء العام في الشخصيه ده اللي انا صاحب الشخصيه والناس التانيين عارفينه، ده شخص كريم غضوب متكبر متواضع. الإنسان المتواضع طبعا المفروض ما يحسش ان هو متواضع، ولكن الشخص الجزء العام ده الجزء اللي معروف للشخص ومعروف للناس. في جزء تاني قريب منه بس عكسه،
جزء الأعمى. جزء الأعمى ده إيه في الشخصية؟ ده اللي معروف للناس وأنا مش شايفه. يعني الناس تبقى عارفة عني صفات وأنا مش عارفها عن نفسي. متملي تلاقيها في الكبرياء أو الشخص الغضوب أو فلانة مثلا بتتكلم كتير. الناس كلها بتقول كده وهي حاسة إن دي مش موجودة، أو الشخص نفسه حاسس أعمى للجزء ده. أيوة. وفي نوع جزء ثالث من الشخصية، كل تكوين الشخصية جوه الشخصية تقسيمة يعني معنوية بالظبط، الجزء الخاص. وده نلاقيه في الناس اللي عنده خطية معينة أو عندها حاجة معينة بتخبيها، أو إنسان مدمن عنده جزء خاص بالليل هو بيشوف مادة الإدمان إيه. الإنسان اللي بيتعب من الكمبيوتر ومن السايتس المعينة، ده بينه وبين نفسه هو حاسس مدام محدش عارف خلاص ما فيش مشكلة. والأطفال اللي بيلعبوا جيمز دكتور بيدمنوها، يعني برضو بتبقى جزء بس مش عارفة بتنزل تحت أي لو بيحاول يخبيها. ده سؤال طبعا مظبوط. لو بيحاول يخبيها عن بابا وماما وأصحابه وحاسس ان دي مشكلة بس بينها وبين نفسه، تبقى جزء خاص من الشخصية. وآخر حاجة في أجزاء الشخصية جزء الغامض. وجزء الغامض ده الجزء اللي أنا والناس مش فاهمين. زي ما حدنا اتفقنا في الأول ان علاقات الطفولة وعلاقاتي بالأب والأم بتفسر لي بعض التصرفات أثناء حياتي وأنا بالغ. بس بعض الأحيان بيبقى الشخص نفسه مش دريان أنا بعمل كده ليه، أو أنا بحس تجاه فلان أو فلانة إزاي بإحساس معين، والجزء ده بيبقى غامض ليه هو أو ليه هي، زائد غامض برضو للناس مش عارفين. طب يا دكتور، بما أننا تعرفنا عن إيه هي الشخصية، نحب نعرف من حضرتك إمتى تبتدي الشخصية؟ لأن كتير بنسمع الناس تقولك الطفل أو الإبن أو الإبنة لما وصلت لفترة البلوغ بتحاول تقول لا أو بتحاول ترفض المبادئ معينة الأم والأب بيحاولوا يحطوها لها أو يحطوها له طبعا، وبيقولوا عشان هو بيبتدي يكون شخصية. نحب نعرف من حضرتك إمتى فعليا بتتكون الشخصية؟ ده برضو سؤال يهمنا مرجك، لأن تملي بعض الناس بتتلخبط، أو في ناس بتبقى عايزة يعني ديت معين، يعني بعد العيد الميلاد العاشر مثلا تبتدي بقى الشخصية تتكون. أنا أتذكر كان جالي أب مع ابنه من أحد الكنائس، وكان مشكلته الأب يعني كان مفهومه جاي مع ابنه 12 سنة، وابنه ابتدى تصرفات الأب مش موافق عليها. الولد بيتأخر وبيجي من بره عينيه حمرة وريحة بقه وحاجات معينة، والتليفونات مش فاهمين له بيكلم مين وبيروح فين. فكنت يعني في الحاجات دي مهم قوي ناخد الهيستوري طبعا تاريخ الأسرة والتربية والولادة والزواج بتاع بابا وماما. فالأب كان انطباعه يعني ان حس ان الولد كان طفل، هو الأب كان مقرر ان اول ما يوصل ل 11 12 سنة يبتدي ينتبه. ده غلط شائع طبعا، لان هنرجع لسؤال حضرتك متى يبدأ تكوين الشخصية. في ناس تقول إن عند بداية 5 سنين، وفي ناس بتقول عند 2 سنين، وفي ناس بتقول لا أول ما الطفل يتولد. هقول لكم يعني الإجابة بطريقة مضحكة بس هتفوقنا شوي. سألوا واحد مرشد نفسي مسيحي متى يبدأ تكوين الشخصية، وإجابته كانت كما يأتي: يبدأ تكوين الشخصية 20 سنة قبل ولادة الإنسان. 20 سنة قبل ولادة الإنسان؟ طب ازاي فصل لنا الموضوع ده يا دكتور؟ ده يبقى صعب الفهم علينا. صعب، هو كان صعب الفهم عليا برضه لغايه لما ابتديت اقرا وابحث واسال. الكونسلر دوت المشير دوت عايز يقول ان في عوامل في تكوين الشخصيه وراثيه من جينات الاب والام. فلما كانت اب الولد وام الولد اتولدوا زمان من 20 25 سنه، الطفل دوت بياخد بعض الصفات الوراثية منهم. اللي هنقوله يعني التبسيط للمشاهدين والمشاهدات، تربية الطفل بتبدأ وهو في الحمل، يعني في فترة الحمل بتبدأ في فترة الحمل، بما ان الطفل بياخد من العوامل الوراثية اللي عند الأب والأم. دي خلاص ابتدت خلاص في بداية الحمل،
وبياخد ده زي ما هنشوف بعد كده في حلقات في البرنامج بياخد عوامل تانية. بس يعني بنتبه للطفل من أول تكوين الجنين. يعني دي التربية المسيحية بتبقى ما استناش لما يتولد، ما استناش لما يبقى عنده 18 سنة و62 سنة، ده بيبقى غالبا متأخر. يعني الآباء والأمهات يا دكتور اللي مش متدينين وبيستنوا لما الأطفال يكبروا عشان ياخدوهم لمدارس الأحد، دي برضك حاجات بتأثر على الطفل وهو جنين، إن هو ما بيسمعش ترانيم في البيت أو ما بيشوفش ماما بتصلي أو ماما بتنفعل كتير، كل ده بيأثر على الطفل. ده كلام مظبوط علميا وروحيا وبنشوفه في أسر كتير. طب يا دكتور بعد ما عرفنا إمتى تبتدي تكوين الشخصية من فترة الحمل، نحب نعرف من حضرتك العوامل اللي بتتكون منها الشخصية، زي ما حضرتك قلت عامل دلوقتي وراثي، بس نحب نعرف العوامل كلها. أشكرك ماجد. في يعني ثلاث عوامل بتتداخل مع بعض، تتفاعل مع بعض، ديناميك بروسيس، عملية ديناميكية بيأثروا بعض. عاملين منهم موجودين في الكتب بتوع المشورة، الكتب العالمية بتاعت المشورة، ودي يعني قضايا بحثها بيطول وليها كتب كتير قوي وليها مناقشات ومجلات وكده، بس احنا عشان المشاهدين والمشاهدات نخلي البرنامج صغير وخفيف عليهم بنلخص، بناخد ايه اللي يفيدني انا كأب كخادم كخادمة. فهنلخص العوامل دول في عاملين موجودين في الكتب العالمية وعامل ثالث هنقول عليه في البرنامج. فضل. العاملين دول زي ما حضرتك قلتي، نمرة واحد عوامل وراثية، بمعنى بنسمع عن الجينات والكروموسومات والدي ان ايه والحامض الاميني وحاجات ربنا خلقها بالمهندس البارع الكبير بطريقة في منتهى التعقيد العلمي. لغاية دلوقتي الطب والميكروسكوبات بتاعت العالم مش قادرة تفهم تعقيد التركيب الخلايا والصفات الوراثية. يعني الجينات والحاجات دي خلايا بجسم الإنسان اتخلق بيها والعلم مش قادر يفسر لغايه دلوقتي. بنقدر نعرف بعض الحاجات وفي بعض الحاجات ما بنقدرش نفسرها. الطفل بياخد صفات وراثيه من الاب والام ومن عائله الاب والام. مش كده مثلا ايه نلاقي عائله مهاجره موجوده في امريكا والولد او البنت اتولد في امريكا، وبعدين الولد والبنت يبتدي يتعلم المشي وعند سن 3 4 سنين نقول يا بالظبط زي مشي جده. وجده ده يكون مثلا انتقل للسماء او موجود في مصر الولد ما شافوش. ترجع للعوامل الوراثيه. بالظبط. الخلايا نقلت العوامل الوراثيه والجينات من الاب والام الى الجنين اللي اتولد، ولما ابتدى يتعلم المشي والعوامل الوراثيه ورد صفات جسديه معينه، وساعات العوامل الوراثيه بتبقى صفات نفسية معينة. تعرف عندنا طفل عنيد، طفل سهل نأكله ونيمه ما تحسيش انه موجود، طفل مشاكس، طفل عنيف، طفل فاسي يتضايق كتير ويعيط كتير، طفل يجيت انجري ايزلي يغضب بسهولة. عشان كده لما نرجع لمزمور 139 زي ما اتفقنا ماجد احنا بنعمل تلاحم تزاور زي ما حضرتك قلتي بين الكتاب المقدس وعلم المشورة اللي في العالم، فعشان كده بنسميه علم المشورة المسيحي. دي النقطة المهمة في برنامجنا، انه بيختلف عن اي برنامج تاني بتاع علم نفس، احنا مش بنتكلم في العلم بس، ولكن حضرتك بتجمع لنا بين ايات الكتاب المقدس وبتجمع لنا بين العلم. انا ما بجمعش، هو الكتاب المقدس مجمع، هو اوريدي جامع الاثنين. جامع الاثنين بتفسرهم لنا احنا بس قبل يعني تفسير مجرد بين 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 بنخش في القالق ديت وبنطلع. يعني حضرتك بس بتوجهنا للنقط اللي في الكتاب المقدس اللي بتتكلم عن العلم. بالظبط. فنلاقي في مزمور 139 داود النبي يقول لانك انت، بيكلم ربنا، اقتنيت كليتي، نسجتني في بطن امي. نسكتني كتكوين نفسي شخصي جسداني في بطن أمي. ده طبعا الكلام دوت قبل ما يبقى في أي حاجة اسمها علم جينات ووراثة وجنين فكنا زمان كمان بنسمع في الأمثال الشعبية مرجد نسمع أن إيه المكتوب
على إيه؟ على الجبين تشوفوا العين، تشوفوا العين. فمع علم الوغاثة ومع علم الجينات ابتدينا نغير الكلام دوت، وبقى المكتوب على الجين لازم تشوفوا العين. الجين الجينات الوراثية. فكل ده احنا الوراثية. في العوامل الوراثية. طب العامل التاني دكتور؟ العامل التاني وده عامل مهم برضو ويسعي يعني يهمنا ان احنا نغطيه في البرنامج بتاعنا، ودي عوامل بيئية. ساعات في اللغة بتاعتنا اللغة بتتطور، وساعات يعني كلمة بيئة دلوقتي ليها معنى معين، ولكن كلمة بيئة environmental factors دي كلمة علمية وموجودة في كتب الكونسلينج ومثبوتة علميا. الإنسان مش بس بيتولد بعوامل وراثية وبس، لا طبعا، لأن زي ما قلنا عوامل فيها تفاعل فبيتفاعل مع البيئة. في 4 طرق للعوامل البيئية اللي بتأثر على شخصية ونمو الإنسان. أول طريقة ده. أول طريقة هي المشاهدة، بمعنى اللي بيشوفه الطفل أو الطفلة بيعمل. أوكي، ده أول نقطة، إن هو بيقلد بالنظر، بعد ما يشوف حاجة يحاول يقلدها. بالظبط. فدي يعني كأب وأم تهمنا قوي، ان اعرف ان انا كمثال للولد والبنت زي ما بيشوف من انا بعمل وامه بتعمل بيعمل. نمرة 2 الممارسة، عشان كده مهم قوي اخد ابني وبنتي الكنيسة. امتى؟ والام حام. هنخش في الحاجات دي بعدين. ما ننتظرش لما الطفل يجي او لما الطفل يكبر نقول مش فاهم حاجة، هو دلوقتي مش فاهم حاجة، لا هو حاليا فاهم. هو طبعا المشاهدين والمشاهدات كلام مرجت كلام جميل جدا، ان في بعض الناس لما يقول لك وهي حامل هو حامل هو دريان بحاجه، ده احنا بنشدكم للحلقات اللي جايه تعرف ازاي وهي حامل الام الطفل حاسس بكل حاجه. بالظبط. فالعامل الاول المشاهده، العامل الثاني الممارسه، ودي يا ريت القاعده دي نعرفها كاباء وامهات. الابناء بيفعلوا زي ما انا بابا وماما، احنا برنامجنا ايه؟ انا وبيتي زي ما انا بابا وماما بيعملوا، مش زي ما ماما وبابا بيقولوا. فتبقى ايه؟ انا مثالي. يعني لو الكلام متعارض مع الافعال ده بيسبب خلل عند الطفل في حاجات خلل معينه، خلل نفسي واكشوالي خلل روحي، لان بيبتدي يعرف ان الناس دي مرائيين وان موضوع التدين ده كلام تمثيل وما لناش دعوه بيه. بالظبط، ده اول عاملين. والعوامل الثانيه، العامل الثالث، احنا كل ده في العوامل البيئيه مرجعه عشان المشاهد يبقى معانا. بالظبط. عامل الحوار، لابد في التربية المسيحية السليمة للأطفال يبقى عندي حوار. يعني ده موضوع هنخش فيه، ده موضوع كبير يعني، ولكن اللي يعني اللي عنده مشكلة في الحتة ديت يرجع لحبارة في العهد القديم، هلما نتحاجج يقول رب. يعني ايه؟ يعني ربنا بيقول لنا يا إنسان اللي أنا مسواش حاجة تعالى نتحاجج، ناخد وندي، مع ان هو الخالق. يعني لو هو امرنا احنا ما يبقالناش اي دور، المفروض ولا نقدر نسمع. نتكلم، بس هو من تواضعه من محبته تعالى let us reason. فالاب والام اللي بيقول لا هي كده وما فيش كده وانا قلت والكلام ده طبعا مش كلام مش كويس. اخر عامل في العوامل البيئيه هي المنافسه، competition. عشان كده بنلاقي الكنائس بتعمل حاجات رياضية وباسكت بول ومسابقات في الصيف ونحفظ ألحان وتمثيليات وكواير، عشان إيه؟ عوامل التنافس بتعمل عوامل بيئية في تكوين الشخصية. فاحنا خلصنا عوامل وراثية وأربع عوامل بيئية. عشان بس وقت البرنامج يا دكتور، أنا بجد مستمتعة بالكلام والمعلومات اللي حضرتك بتديها لنا، وأكيد المشاهدين بيستفيدوا منها كتير، بس عشان وقت البرنامج إحنا قلنا العوامل الوراثية والعوامل البيئية. تالت عامل مش هنلاقيه في الكتب العالمية بتاعت المشورة النفسية ولا في تربية الأطفال السيكولر، وده بنشوفه احنا كلنا وعايشينه، وأنا عشته وكل الخدام والمسيحيين عايشينه، هو عمل الروح القدس. يعني إزاي الروح القدس بيعمل فينا؟ بيعمل فينا زي ما قال معلمنا بولس في رومية 12، تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. بتجديد أذهانكم transformation، الجريك بتاعها اليوناني ميتانية، ميتا غير، نية
العقل، التفكير، النية. عشان كده بنقول لما حد بيسجد بيعمل مطانية، مطانية يعني علامة التوبة، ان انا جاي ربنا وهسيب بقى تصرفاتي اللي ما كانتش كويسة. عمل الروح القدس يا دكتور في تربية الأطفال ازاي؟ لا مش هو في تربية الأطفال، ان انا كأب او كأم او كخادم اخلي بالي من الحاجات دي، العوامل الوراثية والعوامل البيئية. وعمري ما اقول عن فلان او فلانة لما فيهوش فرق، يعني اسمع عامل الروح القدس، اسمع الروح القدس بيقول لي ايه جوايا وابتدي ان انا انفذه. طبعا بالروح القدس بيحسنا طبعا على ان احنا نودي لولاد الكنيسه، نواظب على التناول وكل الاسرار الحلوه اللي بتقدمها لنا الكنيسه. بالنسبه للشخص ان انا اتفاعل مع الروح القدس وابقى بالزبط في حياه توبه، بس ما اقولش يعني ايه عمري ما في بعض الناس يقول لك ده فلان ده ما فيش فايده منه خالص، دي لا يمكن ده. لا، عمل الروح القدس ممكن يغير اي حد. بالظبط. Thank you so much يا دكتور. احنا بنشكر حضرتك كتير خالص على الحلقة الجميلة دي، وأعزائي المشاهدين بنشكركم على حسن المتابعة، ونتمنى نشوفكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا. وأي بيت دخلتموه فقولوا سلام لأهل هذا البيت. يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك. بيتك هو كنيستك الأولى. يلا قولي ورايا. يا رب يا يسوع اقبل صلاتي. يا رب يا يسوع اقبل صلاتي.